النهارده هشارك معاك مجالات ممكن تتعلمها من البيت، ولو قدرت ان انت تتعلم واحده منهم بشكل كويس هتقدر ان انت تشتغل من البيت. في الفيديو ده هعرفك المجالات بس اللي انت تقدر تتعلمها، وفي فيديو جاي هعرفك ازاي تقدر تشتغل بيهم. المجال الاول هو مجال تصميم وبرمجه المواقع، ورغم ان الاثنين بيشتركوا في نفس الحاجه وهو ان هم يطلعوا موقع، لكن الاثنين دلوقتي اصبحوا مجالين مختلفين. في الغالب او في ايام قديمه شويه كان بيطلق عليه فول ستاك، وهو اللي كان بيقوم بالمهمه كلها من ناحيه ان هو يصمم الموقع وبعد كده يعمل له باك اند. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ببساطه الفرق ان دلوقتي المجال ده انقسم لحاجه اسمها فرونت اند، هو المسؤول عن التصميم زي الصور والتكست والنصوص والفيديوهات ان هو يحطهم بس، لكن الباك اند دلوقتي مسؤول عن البرمجه وقواعد البيانات والبرميشنز. المجال ده منتشر دلوقتي جدا والناس كتير قوي بتتعلمه ومشهور قوي ان هو مجال كويس. هو فعلا مجال كويس لو حبيت ان انت تتعلمه وتشتغل بيه كفريلانسر، تشتغل بيه من البيت، او ان انت تلاقي شغل جوه مصر او بره مصر، او ان انت تسافر لو قدرت ان انت توصل فيه لدرجه كويسه قوي. المجال اللي بعد كده هو ان انت تتعلم ازاي تعمل لوجو، والمجال ده ممكن يبان ظاهريا ان هو سهل وفي ناس كتيره مستقله بيه، لكن في الحقيقه ان اللوجو مش حاجه سهله ان انت تعملها. اللوجو ده بيعبر عن حاجات كتيره قوي، زي ان انت المفروض تحدد الهدف من التصميم. يعني لما بيجي لك عميل هو بس بيبقى عنده فكره عايز ان هو ينفذها، بتبدا ان انت تاخد اي داتا انت ممكن تاخدها وتحدد الهدف من التصميم او الشعار ده، وبعدين تدرس المنافسين الخاصين بالشعار او تاخد افكار من ناس عامله حاجه مشابهه، فبالتالي انت بتمر بمراحل كتيره قوي. والشعار كمان بيبقى ليه اساليب مختلفه، في السيمبل والديزاين والكلاسيك، فدي كلها حاجات انت المفروض تدرسها بشكل كويس علشان تقدر انت تطلع لوجو كويس ويبقى ليك سعر حلو في السوق، تبقى انت عندك القدره على ان انت تختار الخطوط بشكل ممتاز والكالرز تختارها بشكل كويس. فكل الحاجات دي لو خدت مسار تعلم اللوجو وتعلمتها بشكل كويس هتلاقي شغل حلو قوي للوجو. تالت واخر حاجه هو الماركتينج، وخليني اقول لك ان الماركتير الشاطر دلوقتي ملوش سعر، لان انت حرفيا كل حاجه بتتحرك منك. اي حد دلوقتي عايز انه يكسب فلوس، فلما يجيب حد ماركتينج يقدر ان هو يكسبه فلوس، هي بالنسبه له ما عندوش مانع ان هو يدفع له بشكل كويس. الماركتينج ده انواع، فيه اللي هو السي او السي اي ام، او ان انت تبقى سوشيال ميديا ماركتينج زي ان انت تشتغل على الفيسبوك او الانستجرام، او ان انت تعمل ماركتينج عن طريق الايميل والفيجوال ماركتينج والويب سايت مانجمنت، زي الحاجات اللي زي الووردبريس والحاجات اللي زي كده. الفكره ان انت تختار المكان المجال المناسب والملائم لشخصيتك واللي انت حابب ان انت تنجح فيه. الماركتينج ده بيبقى لو انت بتحب اول انت تتعامل مع الناس وعندك القدره على الاقناع بتبقى فكره حلوه، ولو انت مثلا بتقدر انت تخطط المنتج ده ازاي تبيعه للناس. عارف الفيلم اللي هو لما يقول لك خد بالي القلم؟ يعني حاجه مشابهه لكده. فمجال لذيذ قوي وشفت ناس كتيره شغاله فيه في مصر، ومجال بصراحه محترم قوي. في النهاية لو في كلمة أخيرة أقولها لك هي ابدأ، ممكن توصل بعد سنة من النهاردة أو بعد سنة تفضل زي ما أنت واقف في نفس المكان. الناس اللي النهاردة وصلت لمستوى كويس كانت قبل سنة ما كانت تعرفش أي حاجة، وقبل 3 سنين ما كانوش يعرفوا أي حاجة حرفيا، لكن مع الوقت إن هم جربوا وحاولوا ما خسروش حاجة. العالم دلوقتي مفتوح، تقدر إن أنت تعمل حاجات كتيرة أكتر من أي زمن فات. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إن هو يكون ممتع ومفيد بالنسبة لكم. لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهستنى رأيك في الفيديو في الكومنت. أشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.